بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. طبعا كل ما بتقترب المباراة كل ما أعصابنا الحقيقة بتبقى، أو الأوقات اللي جاية بتبقى صعبة جدا 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 علينا كجمهور وعلى اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الإدارة وعلى كل محبي النادي الأهلي في كل مكان. ولكن يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الحامي الكبير لكل اللي بيحصل ده. زي ما حضراتكم شايفين أنا الحقيقة سعيد جدا جدا بمدى استجابة الجميع للمساندة، مش استجابة لينا طبعا، ولكنها دايما جمهور الأهلي هو اللي بيعمل كده لوحده من غير ما حد يتكلم ومن غير ما حد يقول، ولكن استجابة لكل المساندات وكل الدعم الحقيقة لصالح فريق النادي الأهلي خلال هذه الفترة. زي ما دايما بنتكلم وزي ما اتفقنا ان انا هتكلم في تقريبا هي نفس المواضيع الايام الثلاثه اللي هتكلم فيها، لانها مواضيع هامه جدا، كل اللي احنا بنفكر فيه وكل اللي احنا بنأمله في المباراه القادمه ان لعيبه النادي الاهلي اللي هيلعبوا ال11 اللي هيلعبوا ايا ما كان اسمه، اي حد هيلعب ما عنديش اي مشكله مع اي حد، ولكن يجب ان يكون هناك تركيز كبير من اللاعبين لانها المباراه النهائيه في بطولة دوري الأبطال. مهما كان الفريق اللي بتلعبه، فريق كايزر تشيفز للمرة المليون، وكل شوية بنقول هذا الكلام، والنهاردة هنوري حضراتكم من خلال وجود كريم سعيد وأحمد ثابت معايا النهاردة في الفقرة الثانية، هيكونوا معايا النهاردة وهنشرح لحضراتكم كيف يلعب فريق كايزر تشيفز، وهل هو فريق مخيف ولا فريق عادي ولا فريق أقل من العادي. هنوري حضراتكم أن هذا الفريق هو فريق صعب، هو ليس بالفريق الكبير قوي وليس بالفريق القليل قوي، خلي بال حضراتكم من هذا الكلام. الفريق ده دائما ما يلدغ، عايز بيعمل ايه؟ كل المباريات اللي لعبها باستثناء مباراه او اتنين بيكسب 1-2-1، ما بيخشش فيه اهداف كتير، ولو كسب بيكسب 1-0 او بفارق هدف. وبالتالي هو فريق يستطيع ان يدافع بشكل جيد وفي نفس الوقت ممكن يلدغ، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل في يوم المباراه. مباراه نتمنى من كل اللاعبين اللي هيلعب، محمد الشناوي او علي او اي حد من اللي موجودين، غالبا هيكون طبعا محمد الشناوي يبقى مركز لغايه الراس حربة لو كان محمد شريف، مجموعه اللاعبين كلهم يبقوا مركزين، ال11 اللي بيلعبوا مركزين، السبعه اللي قاعدين بره يكونوا مركزين، مش عايزين اي حاجه تانية غير التركيز في المباراه. وكل الاخبار اللي جايه لنا من المغرب بتقول هذا الكلام، اللعيبه ما بتفكرش في اي حاجه، ما عندهاش اي مشكله مع اي حاجه غير ان انا ازاي افكر العب المباراه القادمه واكسب البطوله العاشره لصالح النادي الاهلي ولصالح جمهور النادي الاهلي. هو ده اللي لعيبه النادي الاهلي بتفكر فيه خلال هذه الفتره. طيب بما اننا بنتكلم عن المغرب خلينا نروح المغرب. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل بنكون مع حضراتكم طوال النهار، تغطيه خاصه جدا خلال هذه الفتره من المغرب. عندنا مجموعة عمل متواجدة هناك من الساعة 10 الصبح في البرنامج الصباحي لغاية كل وطوال أيام أو طوال اليوم. الحقيقة كل البرامج اللي بتشتغل على شيء واحد فقط، وهو كواليس النادي الأهلي وإيه اللي بيحصل هناك، طبعا فيما هو ممكن أن يذاع للجمهور، لأن احنا قناة النادي الأهلي قناة اللي بتساعد وبتقف خلف فريقها مش أي حاجة تانية.